عسلامة البنات. عسلامة. عسلامة. خلينا نتعرفوا عليكم. أنا آية. أنا إسلام. إسلام تقرأوا بيان سور. مرحبا بكم. خلينا نحكيوا شوية على الخطة المستقبلية اللي رسمتوها في حياتكم. كل واحد عنده أحلام طموحات وأهداف يحب يوصل لها من اللي إحنا صغار. أنت مثلا. مثلا أنا نحب نوصل نولي طبيبة. نحب نكمل قرايتي البرة. نحب نولي معناها طبيبة متاع قلبك كل. ومعناها وفي الخلطة انت ومعناها كيفيه شكون متبع وانت؟ انا نحب نطلع في الجيش ونحب نخرج لبرا والخلطة زادة تعرف شكون متبع وتعرف شكون بيه وشكون خايب. لاحظنا انه الجيل الصاعد في عمركم انتوما الاغلبيتو يحب يخرج لبرا، شنو هو السبب؟ خاطر تونس ما عادش تعاش. ونفس الإجابة زادة خاطر بالرسمي تونس ما عادش نجم تتعاش. كان باش قال لكم انتم ما زلتوا صغار ما زلتوا تقراوا يعني ما تعرفوش على مستقبلكم ولا شنو كاتب لكم. هي تونس نحن توا اللي عايشين فيها وهكا يعني خلي يعني كي باش تولي كي باش في الجيل القادم فهمت يعني يغزر ما برشا صغار متعذبه وبرشا صغار يعني تخسر في فلوسها باش تحرق ودرا شنيا كلهم يقراوا ويتخم في الحرقه خاطر ما عادش تخم في القرايه وتخم في الحرقه اكثر حاجه. هذاك علاش لازم العباد لازم يلقاو حل تونس باش يخرجونا بمقدوراتهم. شكون يبقى في تونس؟ معناها جيل المستقبل شباب المستقبل. مثلا حتى في القرايه معناها معلمين باهين اساتذه باهين وكما احنا نقولوا انتوراج باهي. نجم الواحد ما يخممش في الحرقه ديالك الطول يخمم باش يكمل قرايته ويكمل يعيش ماذا بيه هو يوصل يعيش بلاده معناها معناها نشوف فيكم ما كومش نتاع حرقه ما كومش نتاع كلمه حرقه جمله ما تجبدوهاش كلمه هذه. مانيش نتاع حرقه خاطر خاطر تسعه طلقه كما احنا نقول تسعه طلقه كان توصل انت تقرا وتحط في مخك القرايه سي بو توصل للحلم اللي تحبها من غير حرقه. اطار قانوني اموركم واضحه. امورك واضحه تنجم تخرج بقرايتك اما زيد ان شاء الله يخلونا نقراو اصلا كان باش تحرق باش يا موت يا معناها حبس وحده فيه زيد ما فهميش علاش زيد خاطر حتى في الوقت هذا عاد اقرا على روحك ركز في قرايتك باش توصل بفلوسك انت بقرايتك بخدمتك بفلوسك تنجم تخرج لبرا وحتى كي تخرج لبرا تلقى ما تخدم وتلقى تبدا مثقف وتفهم والكل مش خارج انت في حرقه ماكش لا قاري وما عندكش حتى شيء معناها اي صحيح اي عائلتكم معناها كي تقولوا لهم نحب معناها ناخذ الباك في تونس ونخرج نقرا لبرا شنو هو يقولوا لكم؟ والله ماذا بهم نحن عائلتي ماذا بهم كان نخرج لبرا خاطر بالرسمي تونس ما عادش تعيشه ما عادش يقولوا لك اوكي المهم في اطار قانوني في اطار قانوني في اطار قانوني اقرا على روحك يقولوا لك انا عائلتي مثلا يقولوا لي اقرا على روحك توصل ونحن نعاونوك زيدة معاك نحن بتبيع معاك قراية ولا خدمة ولا واحد قادم على حاجة فيها مستقبل وراهو العائلة تعاون تعاونوا بتبيع ما مشي في خلطة في حكاية حرقة في باز مش يقف معاك خايب ماكش باش توصل حتى شيء لازم الانتوراج نتاعك يكون نظيف باش انت ديجا تكون نظيف وتكمل معناها توصل اللي تحب عليه انت. الجيل الصاعد اللي هو انتوما فما برشا نقد الحقيقة ليكم انتوما يعني ينقدوكم مثلا غنيكم محلولة برشا مسميكم جيلي تيك توك هذا صحيح ولا صحيح؟ صحيح كيفاش؟ خاطر ما عادش معناه كيما وقت قبل هما كي عاش في وقت قبل وقت ما فماش فيه الانترنت وما فماش هذه اللبس ذوة وكل شيء ما فماش هذه كل تسمع في الدار يا حسرة علينا نحن قبل يا حسرة بالطبيعة تسمع هذه الكل وتسمع كي نحن وقتنا نحن خير من وقتكم انتم تسمع لي هما يقولوا لك وقتنا نحن خير من وقتكم انتم بمية المره هو صحيح راه وقتهم خير من وقتنا اما زاد وقتنا نحن مش خايب راهو معناها باهي اذا تعرف تستغله بالصحيح صحيح اذا تعرف انت كيفاش تستغل الوقت نتاعك تعيش احسن واحد راه في الدنيا زيد صحيح هما ريتش علاش يقولوا لك مثلا ناحي التليفون خاطر هما اصلا قبل ما كانوش يعرفوا تليفونات وكل وقت نتاع تليفون وقت نتاع قرايه توفق قسم وقتك يعني تليفون مش ديما الساعه اولا الساعه حتى من صحتك تضرها لا شك في انه الحقيقه الانترنت والتليفون ضيعك على القرايه ضيعك على القرايه وتونس دخلت في حيط من الانترنت راه باش نقول لك الصغار دخلوا في حيط والحرقه وهالدرشنيه راه باش قلت من الاخر راجعه من الانترنت راه من التواصل الاجتماعي راه ما عادش نجم يخرج جمله نجم يخرج جمله كيما الادمان صحيت فما عباد ما تنجمش ما تصيبش تليفون جمله راه وانت قافز في الزنير تضعثر بالتليفون
فهمت هذيك علاش ساعات سامحني با زاد يقول لي نحي التليفون ولا كسف فما وقت التليفون وفما وقت القرايه انت زاد ما تشدش التليفون برشا باش هو ما يفكهولكش زاد هما كيف يفكهولك تولي المشاكل ودرشنية وترجع لي تليفوني اما طولينا نشوفوا في الاولياء مدمنين زاد تحيت وليت الاخبار تتفرج ودرشنا تحب تتفرج. مثلا امي عندها تليفون تتفرج في الاخبار تتفرج في تونس ولاو يتابعوا اكثر منا ديجا هما ولاو مغرومين بالتواصل الاجتماعي اكثر منا نحن يعني خاطر هما قبل ما كانوش عندهم تليفون هذاك علاش هي كي تلقى تليفون الكل تتفرهد عليه فهمت تتفرج فيه احكيوا لي انتم كيفاش مقسمين وقتكم يعني اوقات الفراغ واوقات المراجعه سمين كامل القرايه جست سامدي ولندي ذوكم نهار نشد فيهم تليفون ونخرج معنا عن باقي كل قراية جمعة كاملة قراية كان كلشي نهار السبت يعني يشد تليفون نهار لحد أما نهار الاثنين قراية جمعة كاملة أصلا القراية جست كل كي تروح مثلا من القراية من اليوتيوب أو كي تكمل قراية تاكل كلها كتشد شوية ومن بعد ترقص زادة ما تسهروش بي يعني هكا علاقتكم بالولية كيفاش بالأولياء متاعكم الحمد لله يا ربي مامي وبابا يعني اصحاب ولا بالقدر ولا كيفاش اصحاب يعني بتحكي لك كل شيء هذا مستحيل هذه مستحيل الساعة كان نحكي لها ليه بابا يقول لي ما تبعش مثلا ما تبعش يقول لي عايش بنتي امشي وحدك ايجا وحدك ابعدني من الخلطه من تاع البنات والكل اما علاقتنا بيه اوكي يعني نحكي له كل شيء ما نكذبش عليه في حاجات اما في حاجات معينه تاع اصحاب ما نحكيلوش الحقيقه والله علاقتي معهم تاع صديق اصحاب ما همش معناها حاسبيني بنتهم اختهم حاجه كما هكايا معناها عاتيني لي انا كونهم اختهم كهو ذوك هي يراقبوكم ولا نتصور اي مراقبه غير مباشره راه من بعيد لبعيد مثلا صاحبك مثلا هو عندهم ثقه فينا اما تقال مثلا صاحبوك مثلا وحطك ما انت ما تعرفوش ويعرف ويوصلوا الاخبار فهمت ورا كونش لازم المراقبه هذيك الساعه باش معش كون تمشي مع مصلحتكم باش يجي وقت تعرف لي ذيك بالرسمي في مصلحتك صحيح هو يقول لي بعد خليني نراقبك توا ويقول لي بعد كي تكبر وتفهم ومخك يتحقق قال لك كي تكبر توا كي تجيب صغار وكل تتنفس في العمر هذا باش تراوه ضغط في العمر هذا باش تراوه ضغط ويقلقكم على الاخر باش توصل العمر باش تقول يعطيهم الصحه ومعناها كيفاش كانوا يعملوا معايا صحيت يعني ديما يقول لي ديما توكي تكبر توكي تجيب صغار وتعرس تشوف المسؤوليه اللي تولي لك نتاع يعني صحيت يعني يقول لك كي تشوف روحك كي تكبر شوف شنو يمشي بشي ايش يعطيكم الصحه البنات نخلي لكم الكلمه الاخيره كان تحبوا تقدموا تحيه لشكون تحيه لامي وبابا يعطيكم الصحه كاو اصحاب الكل هيك نقدم تحيه لعائلتي الكل والاسيب اي والريين تحيه الريين تحيه الاسامه ميرسي البنات